عويشاوي نعيمة، نمثل وكالة تونس إفريقيا للأنباء. شاركت في الدورة هذه بمناسبة الدورة 51 للمهرجان دوز الصحراوي في إطار برنامج دعم قطاع الأعلام في تونس المنضوي تحت المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين. الإضافة في التجربة هذه هو العمل الميداني اللي كان في مختلف أوجه الحياة الثقافية والاقتصادية في مدينة دوز. يعني كنا 14 صحفي يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية. كانت لنا التجربة أن تعرفنا على دوز من خلال الهوامش المتعلقة بتراثها اللامادي، بحياتها الثقافية، عناصرها اللي خلينا نقوله اللي ماهيش متوفرة إعلاميا بصفة مكثفة.